السلام عليكم. بما اننا قاعدين بقى فاضيين والحجر الصحي وقاعدين في البيت ومش لاقيين حاجه نعملها، جبنا كبده وقلنا نعمل ايه بقى، تحدي بقى ومش عارف ايه والكلام ده. فان شاء الله دول 20 كبده، 20 كبده كده هناكلهم ومع بعضينا. وهناكلهم ايه بقى؟ اللي ياكلهم الاول، انت قلت لي تعالى نعمل تحدي كده للاخر. لا للاخر، اللي ياكلهم بسرعه ولا اللي ياكلهم كلهم؟ اللي ياكلهم كلهم. اللي ياكلهم كلهم. ماشي. طب مد في قد ايه مثلا؟ لحد ما يخلصوا بقى، اللي خلص الاول. طب ونتيك انا هكسب ايه مثلا؟ التحدي بقى في اخر الحكم بقى، تشوف الدنيا ايه. طب اعرف ايه الحكم؟ ما اعرفش. شوف انت. هنبدا بقى عشان خاطر العمليه سخنت اصلا. طب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. خد بس عشان نحبس. يا عم انا خسران من الاول يا عم. دقع النص والعظام في بقها على طول. يعني الحكم عليها من اول. اقول ما تضحكنيش عشان اعرف اعمل. انا عايز اعرف بس مسير النص فين؟ نص الشندوتش اللي كان موجود دلوقتي. اصبر بقى. تحدي. ما ينفعش 9:30؟ انا عارف ما فيه. قول يا رب. شفت كده؟ انا حاسس في حاجة غلط. والله لك لك. انا كمان فطرت الصبح. بعدين بقى ده هتركن كلها شقه. ها هتركن هتركن في البركن ولا على جنب؟ هتقعد تعد بقى وتركز معايا؟ انا عندي فاهم. كبده دي يا جدعان احنا اللي عاملينها هنا. انا اللي عاملها. تسلم. عمل انا اخوها جزره. تسلم ايدك. دخلت في القمر ده مش هياكل حاجة؟ هتأكله. بس ما ناكل احنا الأول. مفروض. نعم. لست في سندوتش اختفى من دول. لا لا في واحد اختفى. ده كده هيتبعنا على هوا كمان. عيد الكاميرا. في واحد اختفى. والله ما في حاجة يا عم. ما والله يا ابن العيب. تعبت من صفر. لا لا انا متابعه. مش حاجة يا عم. راجع الفيديو. راجع بعد ما خلص التعدي بقى. تعال تمثل.
والله ما في حاجة. انا عايز دماغي اتحرك. اخرب بيتك الكبد حراق. عشان تشوت شوت. هاي تفيدك البعض. بطل حوراك. عرفت راح فين؟ فين؟ عرفت راح فين؟ ماني مش اخد بالي انا. بطل حوراك. مش تبعي. بطل حوراك. والله انا تبعي. عرفت راح فين؟ ما انا اقول في واحد ناقص قاعد نايم انا ولا حاجه؟ عايز ترمي واحد من عندك عشان تكسب ولا انا بتاعي وانا على الكاميرا والناس هتشوف ان احنا ان انت عملته كده ما حصلش ومستني ايه ترجعوا ايه واحده واحده ايه بالطريقه ما حصلش اسمع مني اسمع مني ده شايف اسمع مني هقفل ودانك مع السندوتشات اسمع مني اسمع مني يا صاحبي لا 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 رب بتاع مربى يا حبيبي انا فاضل لي ثلاثة يا جماعة انا فاضل لي 2 4 6 7 قطع الجلال طب ادي تعالى تعالى خليك مصور زي ما انت خليك ما انت شايفه من اول واحدة خليني سندوتش كامل بص قد ايه وعجين موفره من اول واحدة انت شايفها من اول واحده شايف لا ما خسرتش لا والله ما خسرت يا خسر. ربنا ما خسرت ايه حبوسه غزره ايه يعني ده حتت صغيره ليه يا مفق ما احنا مش هنملى بطننا عليه حرفان كل كل بدل ما اديك كل ايه خسرني ده انا كفايه بطني اتمرت تقول لي خسرت كمان معيط امك ده انت انت سودا اقطع كل ده دلوقتي يعني بقى خلينا نكتب التحدي هم انتوا تحطوهم بنفسكم بصوا والله ابدا دي حتة فاضية عادي عادي احنا ممكن نقف التحدي على كده ونكسب بس فاضل ايش في واحد نقص انت بتحاول والله في واحد نقص والله كانوا سبعة وفي واحد في ده كده ثمانية لا والله ازاي كوكب اتنين رمزات معاك انت كنت يا عم اقعد يا عم روح انت بتضحك ايه يا عمرو فاتح بقك بذمتك يا عمرو مين في رايك كسبان انا ولا انت شايب الحاج هو هو؟ ايوه بص عجينة قد ايه موفرة رغيف دول مثلا اكلوا من عندك كسبان برضه لا بقى مخلص من كده كده كسبان عليك برضه نص رغيف واحد لا ولا نص يا جدع فاضي يا جدع ايه ده يا جدع قلنا نكسب التحدي ده يا جماعة الخير كمل ما انت هتاكل كل يا حبيبي ده انا والشفا سامع بس توفر زي عايش وحش عايش شوف حبوش يوم انك كنت بتفر حبوش ابا احنا التقدم الحمد لله هبك روح هبك روح انت قلت عليه ما كانش ندوش ده لا 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 ما انت ضفت شوية من وقتها ده انت كمان قطع تسكرة لا أول واحد مش واحد وبالنسبة لده إيه؟ شو حليفة؟ هو اللي أنت مش قادر تاكله وتسعي؟ والله يا مصطفى أحكم عليك حكم بس له بمخمخلك
انت مش قادر تاكل. ربنا انا عارف ان انت يعني انت جاي وعدتك تسوي التحدي يعني ولا انت اللي جيت قلت لي نعمل تحدي لما كنا بناكل بره في النشاط كده كنت بتاكل قد ايه ولا باكل قد ايه؟ طيب احنا قلنا اجازه كنت باكل سندوتشين ثلاثه ما عديش كده انا كده انا قلت لي تعالى نعمل تحدي صح؟ قلت لك اه ولا لا؟ قلت لك عايز ايه؟ عندي كبده قلت لي اروح انا مش شغال انت كسبت التحدي طب الحكم ايه بقى؟ الحكم ايه؟ بس يا صاحبي الحكم ده اصوره وانزله للناس وانت بتنفذه وانا لو كسبتني في اي حاجه ثانيه يبقى صور لي وانا بنفذ الحكم وبنزله ايه بقى الحكم؟ بس يا صاحبي اول حكم استحمى بهدومك يعني دي استحاله عشان احنا اصلا في كورونا والجو اصلا ماليش دعوه ماشي تاني اول حكم بس ثلاث احكام تختار اه مش هكمل بعد كده كده خسران بص انا احكم اللي انا عايزه دي ثلاث احكام عليك اوكي عايز تعمل بقى تصويت مش تصويت ماليش دعوه استحمى بهدومك ها ثاني حكم تحلق زيرو اه مستحيل اه مش مشكلتي كده انت مش هتعمل مش هتلعب معايا تاني ماشي اول حكم استحمى بهدومك ثاني حكم تحلق شعرك لما اكل ده بقى هقول لك ثالث حكم في واحد هتاكله اللي هو الزيادات لا 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 انا كده بقول لك انا كسبان مش هاكل ده هو كمان يا دباش طب خلاص الثالث حكم انا بقول لك الحكم الثالث الحكم الثالث يا صاحبي الحكم الثالث يا صاحبي هتخرج بره على الاسفلت طريق العموم تروح وتيجي 150 مره ها من غير ما ترفع رجلك من على الاسفلت تحك ثلاث احكام يا قلبي تختارهم عشان يقول لي بقى صور انا حكم فيهم اولا انا عارف ازور حكم فيهم لا خلاص كده كده البيعه خسرانه وقف يا عم الفيديو ده السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ونكمل بعدين يا جماعه لغايه ما نشوف الدنيا ماشيه ازاي